هاي. أفادت عدة تقارير أن منزل بيلا تورن قد تعرض للسرقة، أخذت منه ما قيمته حوالي 200,000 دولار. فقد قالت تيمزي أن اللصوص المعنيين استخدموا حقائب شانيل ولويس فيتون لنقل الأغراض المسروقة من منزل الممثلة البالغة من العمر 20 عاما. وعن طريقة دخولهم إلى منزلها، فقد قيل أنهم راقبوها حتى غادرت وحطموا النافذة الأمامية بأداة حديدية. وأضافت تيمزي أن كاميرات المراقبة التقطت اللصوص، ولكن كانت وجوههم مغطاة بأقنعة، والشريط الآن تم إيداعه للشرطة. وتأتي هذه السرقة بعد أن ذكرت TMZ أيضا أن منزل بيلا الكائن في سان فرناندو كان مستهدفا من قبل اللصوص منذ فترة قصيرة بعد وقوع محاولة سطو أخرى في نفس المكان، وهذه المرة كانت بيلا في المنزل وانتهى بالسارقين إلى الفرار. لمن لا يعرف بيلا تورن، فهي ممثلة مغنية ومؤلفة أمريكية. بدأت حياتها الفنية كعارضة أزياء صغيرة لتشتهر أكثر في قناة ديزني في سلسلة شيك إت أب عام 2010 حتى 2013 مع زندايا، لتكمل بعدها مسيرتها الفنية كفنانة ناضجة، وظهرت في العديد من الأفلام مثل أميتيفيل، The Awakening، The Babysitter وغيرها، إضافة إلى الأغاني. هل من عشاق لها معنا؟ ما هو العمل الفني الذي تحبونه لها؟ أجيبونا في تعليق. شكرا لكم على المتابعة، وواصلوا في دعمنا أكثر وأكثر، نحبكم.